الديون. مصر سمعت من ولادها كل صوت، الأمل مرسوم ملون الوشوش. احنا شعب اليأس ده ما نعرفوش. يا مصرين معدية راجعين و... وكل العربيات دي راجعة معانا، كل عربيات تلفزيون النهار راجعة على المعدية. تسلم ايدينا. سلام عليكم. والله ما انا اللي مصدقة، انت بقى اللي انت بقى اللي بتعدي الناس من هنا لهنا وترجعهم، والعمال رايحة جاية والناس رايحة جاية. من بلدي واشتغل ممكن بالعشر ساعات دايرك ورا بعض في حتة غالية قوي. اه والله لازم. الحمد لله رب العالمين. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر وكلنا فدا مصر. اشكرك. انا بشكرك جدا. وبص الناس المعديات وهي رايحه وجايه والناس بتشاور لنا. مصر بلدنا هي الاول واحنا الاخر. اه والله. ربنا يكرمك. تسلم الايادي. يلي في حب مصر بتضحي بسنين. حتى المعديه حاطه المزيكا. أغنية حسين الجسمي. سنينة يلي انت وقفت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايديك. أنا خليك زي ما انت، افتح الشباك بس. افتح الشباك بس. بتعمل ايه هنا؟ زيكم. زينا. مش عايز اسالك السؤال التقليدي وحاسس بايه، بس كنت متخيل كده؟ لا. لا بصراحه. لا يعني بشوف في التلفزيون زي الناس اللي بيحصل، بس مش زي ما رحت انا بنفسي وقفت. يعني حاجه رائعه، حاجه فخر رهيبه. طبعا طبعا شيء محتاجينه جدا 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 عشان يطمنا ويحسسنا بالامان. يعني احنا دعينا فنانين كتير قوي، وانت كنت من الفنانين القليلين اللي لبيت هذه الدعوه، فانت فنان محترم وبحييك وبشكرك جدا. ميرسي قوي. خليك. شكرا. بكره احلى باللي جاي يتفقله خير، بالاراده والعمل نفرق كتير. بكره احلى باللي جاي يتفقله خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. سمعت من ولادها كل صوت، الأمل مرسوم ملون الوشوش. احنا شعب اليأس ده ما نعرفوش. يا مصرين.